أصحاب المعالي، السيدات والسادة، في مستهل حفل الافتتاح أرجو من سيادتكم الترحيب بمعالي الوزير سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية لإلقاء كلمته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الوزراء، الحضور الكريم، يسعدني اليوم مشاركتكم في تدشين أعمال الدورة الثالثة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، تأكيداً لحرص مصر على مواصلة دعم مسيرة التعاون الأفريقي باعتباره السبيل الأمثل لمعالجة الظروف الاستثنائية الراهنة، وهو الأمر الذي انعكس على حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه كلمة للمنتدى، مما يؤكد على ما توليه مصر من أهمية للمنتدى أسوان، والذي يعتبر ويجسد ملكية أبناء القارة لمصيرهم وريادتهم في طرح حلول شاملة وفاعلة للتصدي للمشكلات التي تواجه القارة بالتعاون مع الشركاء الدوليين وفق أردية مشتركة تحقق المنفعة المتبادلة للجميع. لقد جاء اختيار عنوان الدورة الثالثة للمنتدى أفريقيا في عصر من المخاطر المتتالية وقابلية التأثر المناخي، مسارات لقارة سلمية قادرة على الصمود والاستدامة، ليتيح المجال لإقامة حوار معمق حول التحديات المتشابكة التي باتت تهدد أمن وسلامة قارتنا الأفريقية، مع التركيز على الحلول المبتكرة لتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وأجندة التنمية المستدامة العام 2030. سيدات والسادة، تنعقد الدورة الثالثة لمنتدى أسوان في ظل تطورات سياسية استثنائية غير مسبوقة يشهده المجتمع الدولي، وهي تطورات تحمل الكثير من التحديات والتداعيات السلبية، لعل من أبرزها أزمة الغذاء العالمية ذات التداعيات الجسيمة على جهودنا لتحقيق السلام والتنمية المستدامين، والتي جاءت في وقت لا يزال الاقتصاد العالمي والقارة الأفريقية يعانيان من الآثار السلبية التي خلفتها جائحة الكورونا. ومن ثم أود طرح رؤية مصر لمواجهة تلك التحديات، وهي الرؤية التي تستند إلى المحاور التالية: أولاً، أهمية تنويع مصادر واردات الغذاء وتأمين سلاسل الإمداد لدول القارة، بما في ذلك السيطرة على ارتفاع الأسعار مع ضرورة التنسيق القاري من أجل النهوض بالسياسات الوطنية الزراعية الأفريقية سعياً للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي. ثانياً، ضرورة احتواء آثار السلبية المحتملة على قارتنا الأفريقية نتيجة لتوتر الدولي القائم والحيلولة دون تشتيت الجهود الدولية عن مواجهة التحديات القائمة بالفعل وتحجيم آثارها الأمنية والاقتصادية، خاصة على الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار في قطاع الطاقة، وإسهام ذلك بشكل مباشر في زيادة معدلات الفقر والجريمة المنظمة واستقطاب التنظيمات الإرهابية للشباب في أفريقيا. وننوه هنا بضرورة تضافر الجهود الدولية دعماً للدول الأفريقية وظروفها الاقتصادية. ثالثاً، ضرورة تبني نهج شامل لمكافحة الإرهاب وتعبئة التمويل اللازم لتحقيق السلام والتنمية المستدامين في ظل التحولات التي تشهدها الساحة الدولية، والعمل على بناء مؤسسات وطنية أفريقية قوية وقادرة على مواجهة المخاطر الإرهابية، بالإضافة إلى اللقاء الدولي على مساهمة الشباب الأفريقي في تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق السلام والتنمية المستدامين، وهو ما حرص عليه منتدى أسوان من خلال إطلاق حوار شبابي يتم تنظيمه لدول القارة. سيدات والسادة، إن مصر بوصفها الرئيس القادم للدورة 27 لمؤتمر أطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ سوف تعمل بالتنسيق مع أشقائها في أفريقيا
على خروج المؤتمر بنتائج محددة تصب في مصالح العمل المناخي الدولي، ولا سيما خفض الانبعاثات والتكيف وبناء القدرة على تحمل التبعات السلبية لتغير المناخ، وتمكين الدول النامية وخاصة الأفريقية من ذلك عبر تعزيز النفاذ لأدوات التنفيذ اللازمة وفي مقدمتها عبر موارد تمويل المناخ. ومن هذا المنطلق حرصنا من خلال منتدى أسوان لهذا العام أن نركز على أجندة التعافي الأخضر والانتقال العادل لتعزيز قدرة أفريقيا على الصمود أمام ما تواجهه من أزمات تختبر القدرات الوطنية والأطر القارية، وكذلك القضايا المرتبطة بتغير المناخ في إطار إثارة المتزايدة على التنمية والسلم والاستقرار في القارة، مثل الترابط بين التكيف مع تغير المناخ وبناء السلام، وتدخل تغير المناخ مع الأمن الغذائي والمائي، والعلاقة بين النزوح وتغير المناخ في أفريقيا، بما يمثل فرصة لتعميق في تناول تلك القضايا استناداً إلى المناقشات التي تمت حولها في إطار مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي خلال الفترة الماضية، بما في ذلك خلال الرئاسة المصرية للمجلس في شهر نوفمبر من عام 2021، وأخذاً في الاعتبار ما ورد بشأنها في تقرير مجموعة العمل الثانية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ هذا العام تحت عنوان التأثيرات والتكيف والقابلية للتأثر. ولا يفتاني في هذا الصدد التأكيد على أن تنامي إدراك المجتمع الدولي لتلك الآثار التي يخلفها تغير المناخ من مضاعفة تحديات دولنا الأفريقية يستلزم تكاتف جهود مختلف الأطراف من أجل تنفيذ تحديات المناخ وتحويلها إلى واقع ملموس، وتوفير التمويل اللازم خاصة في مجال التكيف، أخذاً في الاعتبار أن القارة الأفريقية تعد الأكثر تأثراً بتداعيات تغير المناخ على الرغم من كونها الطرف الأقل إسهاماً في حدوثه. السيدات والسادة، في الختام أود أن أتوجه بخالص التقدير والامتنان لأشقاء الوزراء من دول السنغال وكوت ديفوار وجنوب السودان الذين حرصوا على الحضور والمشاركة في أعمال المنتدى، كما أوجه الشكر لكافة الشركاء الذين حرصوا على دعم المنتدى بمختلف الأشكال سواء من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمراكز البحثية باعتباره مثلاً عملياً على التعاون البناء، وكذا بالجهود الدؤوبة لمركز القاهرة الدولي لبناء وحفظ السلام باعتباره نموذجاً رائداً لمراكز التدريب والبحث الأفريقية التي تسهم في تقديم حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية. ونأمل في أن يمثل هذا المنتدى نقطة هامة ومحورية في مسار تعزيز العمل الدولي المشترك خدمة الأمال وتطلعات شعوبنا وخاصة شباب أفريقيا نحو عالم أفضل ومستدام وقادر على الصمود في مواجهة كافة التحديات. شكراً جزيلاً.